جلسة الأربعاء في مجلس النواب العراقي أوصلت الاحتقاد السياسي في البلاد إلى أبعد مدى، وذلك حين قرر التحالف الوطني المضي قدما في التصويت على مشروع الموازنة الاتحادية من دون الرجوع إلى التوافقات السياسية، وبرغم انسحاب كتلتي العراقية والتحالف الكردستاني. أنا أعتقد الموازنة يفترض أنها تكون لديها إسقاطات إيجابية، إذا مرت بهذه الطريقة ستكون لها لا سمح الله تداعيات سلبية. مجريات التصويت لم تكن وفق توقعات الأكراد الذين اعتبروا ما جرى محاولة للتفرد بالسلطة من قبل ائتلاف المالكي، وفرضا لمنطق دكتاتورية الأغلبية على حد وصفهم. إن هذا المنحى يشكل سابقة خطيرة في تجاهل مبادئ التوافق الوطني الذي قام عليه العراق الجديد الذي كرسه الدستور. نجح التحالف الوطني في تمرير 12 فقرة من أصل 26 في قانون الموازنة في جلسة حضرتها أغلبية بسيطة، وشهدت ملاسنة بين الأعضاء لترفع الجلسة إلى يوم الخميس بعد كسر النصاب من قبل بعض الحاضرين خوفا من تفاعلات إقرار القانون بكامل فقراته. أن النصاب اليوم كان حساسا جدا، كان اليوم النصاب 164-165، وبالتالي أي عضو من الأعضاء يمكن كان أن يؤثر، وبالفعل وجدنا أن خروج بعض الأعضاء كان يوقف النصاب مما يؤثر على عملية التصويت. لا يبدو أن ائتلاف دولة القانون ومن يدعم موقفه في تمرير الموازنة بصدد التراجع عن مسعى تمرير القانون وفق مبدأ الأغلبية، خاصة وأن خصومه قد سجلوا سابقة، وذلك حين مرروا قانون المحكمة الاتحادية رغم اعتراضه الشديد قبل أقل من شهر واحد. يوسف الحسيني، سكاي نيوز عربية، بغداد.